أشاد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالرعاية الملكية السامية لموسم عاشوراء من لدن جلالة الملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وجهود حكومة مملكة البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي ساهمت في خروج هذا الموسم بصورة سلسة جسدت الرؤية الملكية السامية في ضمان ممارسات الشعائر الدينية بحرية وسهولة. سعادته أعرب خلال لقاء الذي عقد مع مجلس الأوقاف الجعفرية ورؤساء المآتم والإحسانيات من مختلف محافظات المملكة صباح اليوم بمناسبة نجاح موسم عاشوراء عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها إدارات المآتم بالتعاون مع الأوقاف الجعفرية والجهات الحكومية المعنية من أجل إنجاح موسم عاشوراء لهذا العام. وقال سعادته إن مملكة البحرين كانت وستظل منارة للتحضر في ممارسة الحريات الدينية، حيث كفلت المملكة حرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع، وقد سخرت جهود عديد من الوزارات من أجل توفير جميع التسهيلات اللازمة من أجل إحياء مناسبة عاشوراء بشكل منظم ومنسق. من جانبه رفع رئيس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية وكافة منتسبيها وإدارات المآتم والمواكب والفعاليات الحسينية أسمايات الشكر والتقدير والعرفان إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يولونه من رعاية وتوقير واحترام واهتمام خاص بالشعائر الدينية على مر السنين، كما ثمن الصالح المكرمة الملكية السامية بمناسبة العام الهجري جريا على عادة جلالته الحميدة في كل عام، حيث تأتي هذه المكرمة في إطار مشاركة جلالته لشعبه الوفي في مناسبة عاشوراء الخالدة منتهجا خطى أجداده وآبائه الكرام. وخلال كلمته ثمن الصالح جهود وزارة الداخلية في توفير الأمن والأمان وحماية المكتسبات والمنجزات الوطنية والمساهمة في حفظ أمن وصحة وسلامة الجميع، فضلا عن جهود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإشراف ومتابعة حثيثة في رعاية دور العبادة ومختلف الشعائر الدينية، وكذلك دور وزارة الصحة وما قدمته من خدمات صحية متميزة. يشرفني أن أشيد بالرعاية الملكية السامية لموسم عاشوراء من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي يجسد نموذجا مجتمعيا رفيعا للأخاء الوطني، معربا عن خالص شكري وتقديري لجلالته على ما يقدمه سنويا من مكارم سامية للمآتم والحسينية. كما يسرني أن أعرب لكم عن تقدير حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذه الجهود المتكاملة، والتي ساهمت في خروج هذا الموسم بصورة سلسة جسدت الرؤية الملكية السامية في ضمان ممارسة الشعائر بحرية وسهولة. الحضور الكريم، إن مملكة البحرين كعادتها كانت وتظل منارة للتحضر والرقي وضمان الحرية المعتقد، وعليه كانت المسؤولية كبيرة على عاتق المشايخ والعلماء الدين والدعاة في إعلاء الأخلاق الحسنة والالتزام الاجتماعي، مما يساهم في إنجاح شعائر الدينية الجماعية وأن تجري بشكل منظم ومنسق وحضاري. من جهة ثانية، كفلت مملكة البحرين قيادة وحكومة حرية ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين كافة، وسخرت جهودا عديدة من الوزارات من أجل توفير جميع التسهيلات اللازمة من أجل إحياء مناسبة عاشوراء بشكل يضمن راحة وسلامة المشاركين فيها وعامة المواطنين والمقيمين في المملكة. ولذلك كان لقاءنا اليوم معكم بنجاح هذه المناسبة تعبيراً عن العرفان لكل الجهود التي بذلوها أعضاء مجلسكم الموقر
والمشايخ والعلماء الدين الأفاضل ورؤساء المآتم. بداية نتشرف نيابة عن جميع أعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية وكافة منتسبيها وإدارات المآتم والمواكب والفعاليات الحسينية أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى المقام السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ما توليه قيادتنا الرشيدة من رعاية وتوقير واحترام واهتمام خاصة بالشعائر الدينية على مر السنين. وفي مقدمة هذه مناسبات موسم عاشوراء وجميعنا نلمس عن قرب ما تقدمه الدولة ووزاراتها ومؤسساتها الأمنية والخدمية من دعم لا محدود لإحياء هذه المناسبة عاما بعد عام، والتي تكللت بفضل الله سبحانه وتوجيهات جلالته الكريمة بالنجاح والتوفيق. ولقد كانت كلمات جلالته رعاه الله بمناسبة نجاح الموسم وسام فخر لنا جميعا، حيث ستبقى البحرين على الدوام نموذجا يحتذى به في احترام وتوقير الشعائر الدينية. إن روح الشراكة المجتمعية تجلت بشكل كبير للغاية هذا العام، وكان الجميع يعملون في نسق واحد من أجل تسخير كل الجهود والإمكانيات لتحقيق نجاح هذا الموسم الذي يحييها أهل البحرين اقتداء بهدى آل بيت النبوة المطهرة وفي ظل روح الأسرة الواحدة بتآلف وانسجام. هذا اللقاء حسسنا أن احنا القائمين على دور العبادة يعني حسسنا بارتياح كثير، ونقل لنا يعني تحيات جلالة الملك ورئيس الوزراء، وهذا الشيء يعني مو غريب على شعب البحرين، أن شعب البحرين قيادة وشعبا تسعى لإحياء هذه الشعيرة، شعيرة محرم من الأجداد إلى الآباء. والحمد لله رب العالمين، البحرين قيادة وشعبا خدمت في الشعيرة هذه، والحمد لله ظهرت بأفضل صورة. أحب أتفضل وأشكر جلالة الملك وولي العهد الشيخ سلمان وعلى وزير الداخلية ومنتسبيهم عليهم والأوقاف الجعفرية على الترتيبات اللي صارت والتجهيزات، والحمد لله احنا في بلد حرية، المواكب مع القراءة مو بس في محرم على طول العام. تشرفنا اليوم باللقاء مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومع رئيس الأوقاف الجعفرية. طبعا هذا ينمو على الاهتمام من قيادة سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه بالتوجيه هذا، توجيهاته السامية الدائمة، وهذا ما اعتدناه في البحرين دائما. وتشرفنا بهذا اللقاء، والشكر موصول إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه.